مساء الخير، ازيكم؟ انا اسمي مارينا والنهارده هكلمكم عن البروجكت بتاعي. اولا انا قررت اسميه اسكلابيوس لان اسكلابيوس هو اله اغريقي قديم وده كان اله الطب عندهم، وانا البروجكت بتاعي في مجال الطب فقررت اسميه اسكلابيوس. المشكله بتاعتي ان في على الاقل 2.2 بليون بني ادم حول العالم بيعانوا من نوع من انواع البلايندنس، ودي حاجه بتعتبر من الديسابيلتيز. ومش بس الموضوع بيبقى عنده نقص في النظر، لا ده بيأثر على نفسيته جامد. فأنا بحاول أساهم في الموضوع ده. دي تشارت بالأرقام بتاعت الناس المصابة بالأنواع البلايندنس حول العالم. في 3 أنواع: البلايند واللي هو بيبقى كفيف تماما، اللو فيجن بيبقى النظر بتاعه قليل جدا، والفيجولي امبيرد بيبقى أقل من اللو فيجن. طبعا مش انا اول واحده اللي فكرت في الموضوع ده وحاولت اساهم فيه، بل في شركات كتير قوي ساهمت قبليا، لكن اللي بيميز مشروعي ان هو بيساعد اكتر في للناس البلايند مش اللو فيجن والفيجوال امبيرد. دي حاجات للناس اللو فيجن والفيجوال امبيرد. مثلا عندنا النضاره دي مايكروسكوبيك بتكبر لدرجه 12 اكس، وعندنا حاجة تانية دي شريحة متطورة قوي بتعكس الضوء للريتنا عشان المريض يقدر يشوف. دي حاجة تانية لللو فيجن والفيجولي امبيرد، اتعملت في اوكسفورد بس انا شايفاها مش عملية قوي، لان هو ممكن مثلا يشوف حاجة على انها حاجة تانية وتحصل مشاكل. دي بقى حاجة اتعملت للناس البلايند اسمها برين كمبيوتر انترفيس. دي عبارة عن شريحة بتتحط جوه المخ عند الاعصاب جراحيا وبتساعد المريض البلايند، بس هي مش عملية قوي برضو عشان بتأثر على حاجات في الدماغ وممكن تعمل امراض. دي الماتيريالز اللي انا استخدمتها. طبعا البروجيكت بتاعي لو برايس وكمان افيشنسي. المشروع بتاعي هو ان انا هعمل نظارة وفيها طالع منها سماعات المريض بيحطها في ودانه وبتقوله لو في عوائق حواليه وبتقوله على انهي ناحية وعلى انهي مسافة. ده مخطط انا عملته بفريتزينج، باب اسمه فريتزينج، علشان لو حد عايز يطبقه. و احنا هنا طبقنا المشروع بشكل بروتوتايب على شكل بوكس علشان لسه ما عندناش الامكانيات ان احنا نعمله على شكل نظارة. دلوقتي هنجرب المشروع مع بعض. الاول ليه زرار من ورا هنفتحه، وهقرب السماعة عند المايك لحضراتكم عشان تسمعوا معايا. انا لما احط ايدي هو بيقول له المسافة اللي ناحية اليمين قد ايه. هو طبعا في لابتوب قدامي وحاجات كتير فبيلقط حاجات كتير، بيقول لكم المسافة اللي العائق عليها. كده جربنا ناحية اليمين والشمال وقدام. دي ريزولتس، احنا دخلنا البروجكت على اكسل وطلع لنا الريزولتس بالسكند. دي ناحية الشمال ودي الناحية اللي قدام ودي ناحية اليمين. انا خدت الريزولتس وعملتها في جراف. شكرا، واتمنى يكون البروجكت بتاعي عجبكم.